باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. المجد للآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان ولدهر الدهور كلها أمين. النهاردة بنتابع العظات اللي كتبها أباء الكنيسة اللي محطوطة في صلوات البصخة من أجل منفعة المؤمنين كلهم. النهاردة معانا عظة بتتقال في آخر صلاة الآن خالص يوم خميس العهد. العظة دي بيقولها القديس يوحنا ذهبي الفم. القديس يوحنا ذهبي الفم عاش من سنة 347 ميلادية ل 407، يعني حوالي القرن الرابع وأوائل القرن الخامس. بيقول كده القديس يوحنا ذا بالفم: إني أرى اليوم كثيرين من المؤمنين مسرعين إلى الشركة في هذه الأسرار المملوءة خوفا ورعبا لكي يكون الربح مضاعفا. فأرشدكم أنا أولا بقولي لكي تسيروا بخوف ورهبة ووجل كما يحق بهذه الأسرار المقدسة. أحبائي، أسلم السيد المسيح في مثل هذا اليوم، فإذا سمعتم أنه قد أسلم فلا تعبسوا وجوهكم، بل أقول لكم عمن تعبسون، أعبسوا كثيرا وابكوا جدا على الذي سلمه الذي هو يهوذا، لأن الذي أسلم قد جلس عن يمين الله الآب في السماوات، بيتكلم عن المسيح، وهو ملك على الكل ملكا أبديا لا انقضاء له، وأما الذي أسلمه فهبط إلى قاع الجحيم ويبقى دائما فيه إلى ما لا نهاية، توقع عذابا أليما وتنهدا شديدا. على هذا ابكوا ونوحوا، لأن الرب يعلمنا أن لا نحزن على الذي تألم، على المسيح يعني، بل على الذي يفعل الشر، لأن الذي يفعل الشر هو مستحق النوح عليه في كل مكان أكثر من الذي يقبل الألام، لأنه بالحقيقة ليس رديا الذي يتألم بل الذي يفعل الشر، بالحقيقة هو الردي، لأن قبول الألام هو الذي يرشدنا إلى ملكوت السماوات. هو قصده نحن نقبل الألام زي ما المسيح قبل الألام، وده بيبقى طريق سهل لدخول ملكوت السماوات. أما فعل الشر يسبب لنا دخول جهنم والعقاب، لأنه يقول: طوبى للمطرودين من أجل البر فإن لهم ملكوت السماوات، وأما فعل الشر فله عقاب وعذاب. فلنختم عظة أبينا القديس يوحنا ذهبي الفم الذي أنار عقولنا وعيون قلوبنا باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد. نقطتين يعني كتعليق على العظة. عظة جميلة جدا، زي ما قلت لحضرتك القديس يوحنا عاش في القرن الرابع، فواضح هنا بيتكلم بوضوح إن في مكافأة كبيرة للناس التايبين وحياة مقدسة مع المسيح، وفي عقوبة للناس اللي هتبقى مستبيحة وسالكة في الشر وإلى آخره. فالأمر ده واضح جدا، واضح عند آباء الكنيسة الكبار، علشان خاطر في بعض الناس بتبتدي تتكلم دلوقتي تقول إنه لا يمكن يكون في مكان للعقاب أو حاجة زي كده. الآباء بتوع الكنيسة بيتكلموا في الموضوع ده بوضوح. اللي بيقوله هنا القديس يوحنا ذهبي الفم ان وانا داخل اتناول لازم اكون داخل في رهبه وخوف ووجل لكما يحق بهذه الاسرار المقدسه. طبعا احنا واحنا داخلين المسيح نفسه بيبقى موجود حاضر في وسط الكنيسه، وهو اللي بيناول الاسرار بنفسه، بيستعير او بيستخدم ايد ابونا اللي موجود، لكن الحقيقه اللي بيناول الاسرار هو المسيح نفسه. فيقول لنا كده: وانت داخل تتناول انت عايز تتحد بالمسيح، وبالتالي لو انت عايز تتحد بالمسيح خليك سريع في التوبه. ولما نيجي نبكي ما نبكيش الا على نفسنا واحنا واقعين في الخطيه. احنا مش جايين في اسبوع الالام نبكي على المسيح، يعني المسيح مش محتاج حد يبكي عليه. لما جم بنات اورشليم يبكوا عليه وهو شايل الصليب وبيقع تحت حمل الصليب، قال لهم: لا تبكين عليا، ابكين على انفسكن. فالكلام ده بيقوله لنا المسيح، احنا لازم نبكي على انفسنا ان كنا في وضع الشر والضعف. فيقول لنا كده: لا نحزن على الذي تألم بل على الذي يفعل الشر. برضو نقطة تانية خطيرة، بيقول لك كده: لو انت حاسس ان في ألم ابتدى تتعرض دي نوع من انواع الضيقات، ما تحزنش. ليه؟ لان في منفعة، لان ده بيوصل للملكوت، زي ما المسيح تحمل الألم من اجلنا عشان نصل للملكوت. يقول لك كده: الذي تحمل الألم دلوقتي هو ممجد في السماء. والقديس بولس الرسول يقول لنا ايه؟ انا عارف ان ألام هذا الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد ان يعلن فينا. احنا متاكدين ان لو مشينا مع المسيح حملنا صليبه في بعد كده قيامه وفي مجد سماوي. فالعظه دي بتاعه القديس يوحنا ذهبي الفم بتحط لنا كده او بتفكرنا ازاي الواحد يسلك في حياته مع ربنا، منتبها، عارف جلال وقوفه قدام ربنا، عارف انه محتاج ينقي قلبه باستمرار، وعارف كمان ان اللي بيستمر في الشر وما بيرجعش بالتوبه زي يهوذا، يعني اللي بيستمر في الشر وما يرجعش في التوبه بيبقى مصيره مصير صعب جدا. ربنا يبقى يعني المصير ده مش لينا، المصير ده لمن يتهاون.
ربنا يحافظ على حضراتكم ويعطينا ان احنا نتمتع بصلوات البصخة اللي بتحاول تجدد ذهننا باستمرار عشان ترجعنا تاني على طريق ملكوت السماء لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن والأبد.